عائشة صديقي طبيبة نفسية تحول منزلها في دبي إلى ما يشبه الغابة باعتبار النباتات مصدرا للسلام الداخلي والتوازن العاطفي، وكانت الطريقة الوحيدة التي تجعلها قادرة على العيش في منزلها الصغير. مراسلنا في دبي زار بيت عائشة وأعد هذا التقرير فلنتابع. السلام عليكم، اسمي عائشة صديقي، أنا مدربة إدارة حياة شغفاً ومديرة إدارة تعليمية مهنة، وأعمل حالياً مع مدرسة دبي الوطنية. أنا أعيش الآن في الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عاماً، وقد بدأ حبي للنباتات منذ قدومي إلى هنا. كما تعلم كنت في الهند، وفي الهند لدينا مساحات شاسعة ومنازل ضخمة، بينما حين قدمت إلى دبي نزلت في شقة صغيرة وهي مكان ضيق. بدأت أفتقد الطبيعة، ثم فكرت في الذي يجب أن أفعله. قررت كما تعلم جلب كل هذه النباتات الجميلة التي أعاملها كأطفالي وجزء من روتيني الذاتي، فأنا بحاجة فعلاً إلى جلب الطبيعة لمنزلي، وهكذا بدأت الرحلة. أنا أؤمن بشدة أن هذه النباتات حيوية جداً ومتكاملة، كذلك فهي لديها قدرة على الممارسة العلاجية للمشاعر، إنها تخفف الضغط عليك وتعمل كمحرر لضغوطات النفس. أنا أسمي نباتاتي، وأول نبتة اقتنيتها كانت صبارة، أطلقت عليها اسم إمرالد. إنها تساعدك كما قلت، تبني لك نوعاً من الاتصال مع ذاتك الداخلية، ما يمنحك راحة البال والهدوء والوعي الذاتي والإيجابية، وكلما زاد وعيك الذاتي أعتقد أنك ستصبح أكثر ذكاءً من الناحية العاطفية، وهذه إحدى الميزات التي أقول دائماً إننا في حاجتها في أماكن العمل وفي المنازل. النباتات تساعدك على أن تصبح شخصاً ذكياً عاطفياً، وأنا أعي ما أقول بحكم مركزي المهني والتخصصي، فأنا مدربة إدارة حياة وذكاء عاطفي ومدربة معتمدة في البرمجة اللغوية العصبية.